العلاج الأساسي كيفاش نقويو المناعة؟ مسألة بسيطة جدا أستاذ عفاف. المناعة كتقوى يعني إنسان خصو كيوجد أنه كيفما كنقولوا أن واحد الوقت معين المناعة ديالنا بغينا تكون نعيش واحد المدة اللي مكتب لنا الله سبحانه وتعالى باش نعيشوها ونعيشوا حنا في صحة جيدة وتكون عندنا مناعة قوية. كيفاش كتقوى المناعة؟ مسائل بسيطة كيفما قلنا الأكل السليم مسألة مهمة جدا والمسألة كيأكد عليها الأستاذ حلمي كل مرة. الاكل عنده واحد مهمه كبيره في الجسم ديالنا وفي الذات ديالنا. المساله الثانيه الرياضه، ما يمكنش ان الشخص اللي جالس المكان ديالو كل نهار ما كيتحركش غتكون المناعه ديالو غتكون ضعيفه. نظرا لمجموعه الامراض اللي يقدر يتعرض لها، السمنه، السكري، ارتفاع الضغط الدموي الى اخره. المساله الثانيه النوم، الانسان ينعس ومرتاح يعطي الوقت الكافي للنوم، ما ينعش واحد وخصوصا السهر بزاف بالليل او يعني السهر بدون فائده. قد امام جهاز التلفاز او في الهاتف فكيضيع الانسان الوقت وما كينعش مزيان. المساله اخرى اللي مهمه كذلك قلنا الرياضه، الاكل والنوم مهم جدا. تفادي بعض الادويه اللي هي كتقدر مع الوقت تنقص المناعه، اللي هي خصوصا استعمال ماده الكورتيكويد. ماشي غير الكورتيكويد كنستعملها بشكل كثير وكثير وكثير، ولكن مجموعه الامراض هذا هو الدواء الوحيد اللي كيعطي واحد النتائج ممتازه، ولكن اذا كنتكلم على الاستعمال العشوائي للكورتيكويد بدون استشاره الطبيب وبالطريقه اللي غتقول لنا راسنا، يعني انا حسيت بشي غريب ولا حسيت لا برونشيت نمشي ناخذ الكورتيكويد او حسيت بشي الم نمشي ناخذ الكورتيكويد بواحد الطريقه كنقص المناعه بهذه الطريقه، لكن الدواء اللي هو فعال ومهم جدا ما يمكنناش نستغناو عليه نهائيا. كذلك استاذ عفاف دائما كنقول المناعه بعض الامور اللي هي اساسيه هو الحاله الاجتماعيه ديال الشخص. كل ما كانت الحاله الاجتماعيه ديال الشخص كانت مستقره، كل ما كان واحد الاستقرار عائلي، كل ما كيكون ذاته مرتاحه كل ما كيكون المناعه ديالو كتكون قوية اكثر. فهذو بعض الامور اللي هي اساسيه الانسان خصو يحاول يعيش في الطريقه هذه باش المناعه ديالو تكون مرتفعه. نعم، بزاف ديال التعليقات جات.